سوريا ستحفظ كدولة موحدة مستقلة، وسيعود اللاجئون إلى منازلهم وفقا لشروط التسوية السياسية للأمم المتحدة، وستواصل روسيا المصالحة بين الأطراف المتناحرة في سوريا، وسيكون هناك قاعدتان ثابتتان في طرطوس وحميميم. وإذا عاد الإرهابيون مرة أخرى ورفعوا رؤوسهم في سوريا سنقطفها بضرباتنا. في غضون عامين أو نحو ذلك هزمت روسيا جنبا إلى جنب مع الجيش السوري أكثر الإرهابيين فاعلية، وفي هذا الصدد اتخذت قرارا بعودة جزء كبير من الوحدة العسكرية الروسية في سوريا إلى روسيا. أوجه أوامري إلى وزير الدفاع ورئيس الأركان العامة ببدء انسحاب مجموعة القوات الروسية إلى نقاط انتشارهم الدائم. المشهد ده مهم بجد، ومهم لحاجات كتير جدا، مش بس للمشهد السوري ولا للطرف الروسي. المشهد فيه رسائل كتير قوي، محتاجين زي العالمين اللي موجودين، زي الشمس بتاعت سوريا، زي الأرض. كل الحاجات دي مهمة جدا نشوفها، لأن كان في إرادة على مدى سنوات طويلة بتحاول تلغي سوريا، تهد سوريا، تقسم سوريا، تقطع سوريا. فالموضوع كبير، يعني بالظبط زي ما انتوا قدرتوا في 30 يونيو تعطلوا المشروع وتوقفوه، في هناك شيء آخر عند الجيش الأول بتاعنا، عند حدودنا اللي فوق دي، بيقول أن هناك إرادة حقيقية للسوريين اللي بقيوا على أراضيهم واللي ما خدتهمش الأمور اللي بيتم تسويقها طول الوقت واللي كلنا عشناها وقدرنا نكشف منها جزء كبير. بس كمان من جوه المشهد ده كان فيه المكاسب الروسية، كانت واضحة جدا، لأن أول هذه المكاسب هو الإعلان عن عودة القوات اللي انتصرت من على الأراضي السورية، والإعلان ده بيعمل صفعة مهمة لقوات التحالف اللي بتشتغل ضد داعش، واللي الأيام الماضية كشفت إن هي بتخدم على خروج الدواعش في ممرات آمنة. خلي بالكوا المشهد لازم يتشاف كويس.